اصلها من السيسمي مثلا زي الحاله بتاعتنا، او في بعض الاحيان تلاقيهم كاتبين شورتنينج ما انتش عارفه ده الشورتنينج ده هو عباره عن ايه، في البسكوتات بالذات والحاجات اللي هي الويفر وكده. فدي مهمه جدا ان الليبلنج يبقى واضح جدا علشان الناس اللي عندها الرجي تبقى واخده بالها ان الاكل ده ممكن يعمل مشكله. دلوقتي انا بتكلم معاكم لاستاذه دكتوره رشا حسن العويدي. دكتوره رشا يعني دي بنتي الجميله وانا ببقى فخوره بيها جدا في كل المحافل الدوليه، هي عضو في الاسيد وعضو في الاسد، وهي عضو ناهض جدا في وحده الحساسيه والمناعه، بنديها شغل كتير قوي. انا عارفه يا رشا وانا بتقل عليكي دايما حبيبتي، بس انت تحت امرك يا دكتور شيرين والله. ودايما البرزنتيشنز بتاعتك بتبقى شاخد افكاري الجميله، والدكتوره رشا الحقيقه ادتنا افكار جميله لما عملت فيديو في البرايمري اميون ديفيشنسي ويك، ودلوقتي هتعمل لنا هاندز اون، ودي مهمه جدا جدا يعني كلنا هنركز معاها، لان ازاي احنا لما يبقى قدامنا حد عنده انافيلاكسيس او نير انافيلاكسيس ازاي احنا نتصرف معاه. اتفضلي يا دكتوره رشا. شكرا جزيلا دكتوره شيرين، ربنا يبارك في حضرتك واستاذه دكتوره زينب واستاذه دكتوره الهام، وربنا يخلي حضراتكم لينا ويجزيكم عنا خير الجزاء، ويرحم دكتور يحيى يا رب بواسع رحمته وفضله، ويجعل كل ده علما ينتفع به لي ولحضراتكم ولينا جميعا. انا هبدا الفيديو ده، بس احب اقول ان هو كان يعني اندر جايدنس بروفيسور الهام حسني، فعلا يعني رجعت معايا كتير وعدلنا فيه وكده، والحقيقه كمان ساعدتني فيه دكتوره روبا الجويش في التصوير وتعبتها معايا، فبشكرهم شكرا جزيلا. الفيديو اراوند يعني اراوند 11 مينتس، ان شاء الله مش هطول على حضراتكم، اللي هو ازاي نعمل مانجمنت للانافيلاكسيس. السلام عليكم اساتذتي وزملائي الاعزاء، الفيديو ده هيكون كلينيكال ديمونستريشن للمانجمنت اوف انافيلاكسيس اكوردنج تو ذا وورلد الرجي اورجانيزيشن جايدنس، وفي نفس الوقت تطبيق عملي للكلام اللي سمعناه في التوب بتاعت استاذ دكتوره الهام حسني. مبدئيا قبل اي حاجه احب اكد عليكم جميعا انه لازم تكون البلان اوف مانجمنت اوف انافيلاكسيس دايما في ذهننا وبنراجعها اول باول، علشان وقت الامرجنسي تكون الخطوات حاضره في ذهننا وما نضيعش وقت، لان الثانيه بتفرق مع العيان. تاني حاجه، لو العيان جانب انافيلاكسيس او لو انا شاكك ايفن ان احنا انافيلاكسيس، اي هاف تو مانج رابيدلي، كل ستيب هتفرق، يا ريت يكون معاك ناس بتساعدك، لانه كل ما وفرنا وقت كل ما كان افضل. اول حاجه هنعملها بص بسرعه، لو كان العيان فيه اكسبوز للحاجه شيل الاكسبوجر ده بسرعه اللي انت شاكك فيه، كان معلق دراج او كان بياخد او بلاد او انترافينوس ايمينوجلوبولين، وقفه بسرعه عشان نوقف الاكسبوجر. بعد كده وانت بتعمل رابيد اسيسمنت، فيري رابيد اسيسمنت للبيشنت، للسيركيوليشن، البلد بريشر والهارت ريت، الريسبيريشن، الاير واي بيتنت ولا لا، وبنشوف البريثنج بتاع البيشنت، السكين والكونشسنس اخبارها ايه، كل الكلام ده بسرعه، ويا ريت يكون حد بيعمله معاك وانت شغال في المانجمنت، لان زي ما اتفقنا الوقت بيفرق. لو انت قلقان من الاير واي بتاعك يبقى هندخل الاير واي نطمن ان هو بيتنت، بندخل الاير واي كده وهو مقلوب، وبعدين بنلف بق العيان، بندخله كده من باب التسهيل الاول، وبعد كده بنلف بق العيان، وبعدين بنزق لجوه علشان نطمن ان انا كده سبت الاير واي بتاعنا بيتنت. اوكي، بعد كده بنرفع رجل العيان، لازم نخلي ان اللور ليمبس تبقى اليفيتد، كل ما كانت اليفيتد هيبقى افضل باي حاجه بقى متاحه قدامك، يعني فور اكزامبل انا هعمل الاليفيشن بتاعي كده علشان اطمن ان هو ان البلود رايح للفايتال اورجانز، يعني رايح للهارت، رايح للبرين. لو انت قعدت العيان او ديدنت مينتين البلود فلو في المناطق دي، العيان يدخل منك في شوك في ثواني، فمهم قوي ان انت تخلي رجل العيان اليفيتد علشان اطمن البلود رايح للفايتال اورجانز. هبدا بقى ادي المين لاين اوف مانجمنت بتاعي اللي هو الادرينالين. الادرينالين هو العلاج الاساسي والرئيسي لحالات الانافيلاكسيس، لو ما اديتهوش يبقى مفيش اي حاجه ثانيه ليها معنى، اهم حاجه ان انا ادي الابينفرين، وكل ما اديت الابينفرين بدري كل ما كان ده بيتر بروجنوزس للبيشنت. خلاص، ده الفايل بتاع الابينفرين اللي احنا بنستعمله، التركيز بتاع الفايل ده من 1 لـ 1000، ده اللي احنا بنستعمله وده اللي موجود عندنا في المستشفيات وفي الامرجنسي ديبارتمنتس، 1 على 1000، ده اللي احنا بنتكلم عليه. الجرعه بتاعت الابينفرين اللي بتتاخد 0.01 ملي جرام بير كي جي بير دوز. ماكسيمم دوز في الاطفال 0.3 ملي جرام، ماكسيمم دوز في الادلت 0.5 ملي جرام. مسموح لي ان انا لما بدي العيان الجرعه وبعمل اسسمنت بعدها وما اتحسنش، اقدر ان انا اكرر الجرعه بعد 5 لـ 10 دقائق زي ما هنتكلم دلوقتي. طب الابينفرين بيتاخد ازاي؟ بيتاخد الابينفرين في اولا بيتاخد انترا ماسكولار،
في أي مصل، لا في أماكن معينة اللي هو في الميد ثاي، في الأنترولاترال أسبكت للميد ثاي. الأنترولاترال أسبكت للميد ثاي هو ده أفضل مكان يؤخذ فيه الإبنفرين، مش بنعتمد خالص على السبكوتينيوس روت إطلاقا، بيؤخذ إنترا مصل. طب لما هاجي أديه إنترا مصل بنحضره إزاي؟ إحنا بنحضر الإبنفرين في سرنجة إنسولين علشان بحساب الدقة بجرعة، بحساب الجرعة بدقة. بس النقطة التريك المهمة إن أنا لازم أغير سن السرنجة، بغيرها بسن السرنجة 3 أو بسن السرنجة 5 علشان أطمن إن أنا بنتريتنج جوه الماسلز. بغير طبعا السن قبل ما بنسحب الإبنفرين. هحضر أنا الجرعة، لو افترضت إن الطفل اللي قدامي أو اللي قدامي وزنه حوالي 20 كيلو، يبقى أنا ده معناها إن أنا لو هدي على 0.01 ملي جرام بير كي جي، يبقى أنا هنا هسحب 20 شوطة بسرنجة الأنسولين، يعني 0.2 ملي. سحبت ال 20 شوطة بتاعت الأنسولين خلاص وهديها، هنحقنها إنترا ماسلر. عشان أحقنها إنترا ماسلر بخش بالبنديكلر على السكين كده وبحقن الجرعة، وبفهم العيان خلي بالك إنها هتبقى بينفل عشان العيان ما يتخضش معايا. بعد ما بحقن مش بطلع السرنج على طول، بعد من 1 لحد 10 قبل ما بشيل السن. يبقى حقنت وبعد كده هعد من 1 لحد 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اشيل بقى السن. لو كنت شلت السن على طول بعد ما حقنت كنت هتلاقي الابنفرين خرج وراك، وبالتالي هتلاقي ان ده ممكن يعرض للعيان ان الجرعه تتهدر والعيان ما استفادش منها. يبقى ده في التحضير بتاع الابنفرين. وخلاص بقى انا بغطي، يعني طبعا ابقى فيري كيرف لو انا بغطيه، او الافضل ما اغطيش خالص واروح احطها في السيفتي بوكس على طول علشان ما حدش يتعور من السن بتاع اللي هو فيه الابنفرين، عشان ما يعملش كوتينيوس جنجرين. طيب ده وانا بعد ما اديت الابنفرين. في اشكال تانية من الابنفرين بتبقى اوتو انجكتور، زي بدل ما انا بسحب وبعبي الجرعه والسن بالمنظر ده وفي هازرز اوف ريسك، في الاوتو انجكتورز. هو للاسف طبعا الاوتو انجكتورز مش موجوده في مصر وكمان فيري اكسبنسيف، لكن اللي موجود عندنا هو المانيوال بريبيرد ابنفرين، فده بيبقى محتاج مننا بس كوشن واحنا بنبقى محضرينه، او انا بتحرك بسرعه وحريصه جدا على الوقت، لكن ات ذا سيم تايم الواحد ما يعملش برده هارم لا لنفسي ولا للبيشنت. وضع الاوتو انجكتورز ايه؟ الاوتو انجكتورز دي بتبقى فيها ريدلي فيلد دوزز 0.15 او 0.3 مظبوطه، او يعني ده على قد الوزن بتاع العيان، بشوف الاقرب ليه ايه وده اللي انا بديه. فزي مثلا ان العيان ده لو وزنه 0.2 الافضل ان انا بدي الاعلى مش الاقل، هدي له 0.3. اوكي طيب بيتاخد ازاي؟ بيتشال كده السيفتي كاب، اوكي، وده بيتمسك ان جريب وبيتاخد، وهو بيتاخد برضه انترا ماسكولار. بعد برضه ما بحقن بعد من 1 لحد 10 قبل ما اشيله وبعدين بشيله. وهتلاقي هنا ده الجزء ده البرتقالي ده بقى بارز لبره علشان يبقى بروتكتنج السن علشان ما يعملش انجري لخد. ده نفس اللي ده الطريقه اللي هو الايبي فن. في اوتو انجكتورز ثانيه زي الاو بي كيو، ده بيبقى فيه فيربال انستراكشنز، لان البيشنتس اللي بيكون عندهم انافيلاكسس بيبقى عندهم سنس اوف فير وباندينج ديث، فممكن يحصل لهم ان التفكير بتاعهم يبقى مشوش ومش قادرين يفكروا كويس، وما عندهمش مش قادرين حتى يستجيبوا الخطوات لاعطاء الابنفرين. فالاو بي كيو بيكون فيه فيربال انستراكشنز، وانش ان انت بتشيل الكاب بتاعه اللي هو ودي الكليك اللي احنا سمعناها اهو، معناها ان الابنفرين اتحقن. واقدر كده دلوقتي اني اشيل. اوكي طيب ده بالنسبه للجزء بتاع الابنفرين اللي هو الاشكال بتاعته المتاحه ايه، واتفقنا ان اللي موجود عندنا في مصر بنستعمل 0.01 ملي جرام بير كي جي من التركيز اللي هو الواحد على الالف، وبيستعمل سيك وذاوت دايليوشن. طب حقنت العيان الابنفرين، بسرعه اعمل اسيسمنت مره ثانيه، المانيفستيشنز اللي كانت موجوده في الاول عندي اخبارها ايه؟ العيان احسن، العيان زي ما هو، العيان اوحش، ديتيريتنج معايا ان انا ادي الابنفرين زي ما اتفقنا بعد 5 ل 10 دقائق. وانا منتظره ال 5 ل 10 دقائق دول بركب اي في اكسس في البيشنت، اروح معلقه بسرعه سلاين للعيان، بديه على جرعه 10-20 ملي بير كي جي بير دوز، بتعلق اوفر اراوند 10 مينتس او 20 مينتس عشان تسبورت السيركيوليشن بالذات في الحالات اللي عندها هايبوتنشن. ممكن كمان ادي الهيدروكورتيزون، ممكن ادي الانتي هيستامينز، بس الحاجات دي بتبقى سبورتيف. الانتي هيستامينز يقلل الايتشنج والسكين مانيفستيشنز، لكن عمر ما هينقذ العيان من الانافيلاكسيس. لو العيان محتاج اكسجين قدامي بعمل بدي اكسجين سبلاي، لو كان محتاج سي بي ار بعمل السي بي ار بكمله، لو كنتش لسه عملته
يبقى الفكرة أنا بشوف أسسمنت العيان وأشوف إحنا إيه اللي محتاجينه وإن أنا بدخل. وبعد 5 لـ10 دقايق لسه محتاج إبنفرين بحقن تاني، العيان بدأ يتحسن بس لسه مش كامل التحسن، بحقن بعد 5 لـ10 دقايق تانيين بدي إبنفرين. لكن لو لقيت العيان مش متحسن معايا خالص ودخل في ستيت أوف شوك، وده ممكن يحصل بالذات في الناس اللي كانت ليتلي مانش، أبدأ أخش أدخل العيان على أدرينالين إنفيوجن، بركب بقى سنترال لاين والأدرينالين بيتخفف بالبروتوكولز بتاعت الآي سي يو في المانجمنت أوف شوك. طيب عملت مانجمنت العيان معايا في الاستقبال وأبدت الإبنفرين والعيان الحمد لله رب العالمين بدأ يتحسن وخلاص استابيلايز الدنيا كويس. هل أمشي بقى العيان أروحه كده خلاص الدنيا أمان؟ لا طبعاً، إنك لو روحت العيان ممكن يخش في حاجة اسمها الليت فيز ريأكشن، يخش في أنذر أتاك أوف أنافيلاكسيس. فلو لقيت ان العيان دي فيرست اتاك بالنسبه له خصوصا لو كانت الاتاك سيفير او الاكسس للميديكال كير بتاعه كان بعيد، الافضل بتقعد العيان معاك 24 ساعه تطمن ان العيان ستيبل ما دخلش في انذر اتاك اوف انافيلاكسيس، وكمان تعلمه ازاي يستعمل الابريفرين وقت اللزوم وتفهمه ايه هي المانيفيستاشنز اوف الانافيلاكسيس اللي ممكن تحصل. اوكي طبعا بتراجع مع الهيستوري بتاعه وتشوف الاكسبوجرز بتاعته، الهيستوري اوف الرجيز، هل كان في اي اتاكس اوف انافيلاكسيس قبل كده ولا لا، لان نشوف الدنيا اخبارها ايه عشان نقدر نحط بلان. طيب في العيان يبقى انا متفق ان انا هقعد العيان معايا اندر اوبزرفيشن. لو عندي العيان ده لسه فيرست اتاك، لسه الاب والام مش عارفين يتصرفوا ازاي، الاكسس اوف ميديكال هيلب بالنسبه لهم ما هواش قريب، الكونديشن كان سيفير، الافضل ان انا اقعد العيان معايا 24 ساعه. لو ما هياش الفيرست اتاك والعيان عارف هيعمل ايه ومتعود على اعطاء الابنفرين، او العيان عنده ميديكال هيلب او ميديكال كير قريب منه، بس انا من 4 لـ6 ساعات بكون علمت الام كويس انها تدي الابنفرين ازاي، والعيان ممكن يخرج ببلان اوف مانجمنت اللي بنسميها الاكشن. طب الابنفرين اللي هياخده معاه هو نفس الابنفرين اللي احنا استعملناه في الانجكشن، بس انا بكون بعبيه في السرنجه بالجرعات بتاعه البيشنت، والافضل يكون مجهزه دايما جرعتين لان اتفقنا ان العيان ممكن يحتاج اكتر من جرعه عشان يعمل ويل مانجمنت للانافلاكسس. فبعبي العيان الجرعه في السرنجه وبيكتب عليها بلاستر، بتترفع بلاستر وبيكتب عليها التاريخ وبيكتب عليها ان ده ابنفرين عشان وقت اللزوم، وبتبقى السرنجه اللي بتعبي فيها الابنفرين دي صالحه للاستعمال لمده اسبوع. بعد الاسبوع ده بغيرها وبعبي غيرها لو كان العيان ما استعملهاش. طب بيعينها ازاي؟ دي بتبقى السرنجات اللي هي المتعانه، بيعينها طبعا في مكان الافضل يكون بروتكتد فروم الهيت، ويكون يبروتكتد ايه كمان فروم لايت، لان الابنفرين از فوتو سنسيتيف، فممكن اما نحطها في شنطه انسولين او ممكن نحطها في الجراب بتاع النضاره او مقلمه لو كانت المقلمه صلبه عشان الطفل اللي هو رايح المدرسه او الحضانه يقدر يتحرك معاه السرنجات بتاعه الابنفرين ومعاهم الاكشن بلان في اللغه بتاعه البيشنت مشروح فيها. يعني مثلا لو انا هنا في مصر مكتوبه باللغه العربيه مشروح فيها ان العيان ده جاله انافيلاكسيس لما بيتعرض للحاجات الفلانيه، وانه الاتاك ممكن تجي له بشكل كذا او كذا او كذا، وفي حاله رؤوس الاتاكس دي يبدا العيان ياخد الابنفرين بالجرعه الفلانيه يروح الميديكال كير او الامرجنسي في المكان الفلاني، وممكن الاتصال بالطبيب الفلاني. يبقى انا كده مامنه العيان ومطمنه ان انا حاطه له البلان اوف مانجمنت بتاعه والحاجه بروتكتد، وانا دايما بريفايز مع الام كل مره العيان هيجي لي فيها فيزيت. لما يجي بقى بعد كده ان شاء الله مع الالرجست لازم بيراجع معاه ان هو مراجع البلان، فاهم السيمتومز هتمشي ازاي، الجرعه اخبارها ايه، خلي بالك ان ممكن بعد شويه الطفل ربنا يكرمه ويكبر ان شاء الله تلاقي الجرعه بتتغير على حسب وزن العيان، فكل النقط دي لازم تبقى ادجستد وتؤخذ في الاعتبار. يبقى ده البلان اوف مانجمنت بتاعت الانافيلاكسيس اللي انا ببقى امنت بيها ان شاء الله العيان، وزي ما احنا شايفين هي ان الستبس فيها ار سمبل، بس النقطه دي لازم تبقى كارد اوت برومبتلي، ما ينفعش ان انا اتاخر فيها، ولازم تبقى كارد ابقى انا عارفه الاولويات بتاعتي وعارفه ان انا اساسي عندي هو الابنفرين، غير كده ابقى انا ما عملتش مانجمنت عشان ما نضيعش وقتنا في الحاجات الثانيه. واتمنى تكون انتوا الفيديو كتير بالنسبه لكم وتبقى الدنيا واضحه، ودايما نراجع مع بعض ونعلم الاصغر مننا، اي حد فينا في اكسس او في بيقدم اي ميديكال كير يبقى عارف الستبس دي، لان الستبس بسيطه ممكن تنقذ حياه عيان. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا دكتوره رشا، الحقيقه ممتع، فيديو ممتع، يعني نجمه سينما حقيقي. احنا اكتشفناكي بقى، احنا اللي اكتشفناك. واضح ورائع يا دكتوره رشا، وبتستريس تعملي ستريس على الابنفرين وازاي بناخده وازاي بنستنى لما بنحقنه، وازاي ان في اكشن بلان لازم تبقى مع العيان. الطفل اللي بيروح حضانه مثلا زي عنده كومينج الرجي لازم يبقى فيه انستراكشنز مكتوبه مع جرعه الابنفرين في الباج بتاعه الطفل، لازم برضو جرعه تبقى متسابه في الحضانه
أو في المدرسة في الإدارة احتياطي معها ورقة بالعربي بوضوح تام يعملوا إيه في حالة أنافيلاكسس، يتصلوا بمين، يتصلوا بالأب ولا بالأم، هيدوا الطفل قد إيه ولا هياخدوه المستشفى بسرعة، أنهي مستشفى اللي هيروحها، كل خطوات المانجمنت لازم مكتوبة بوضوح، الدكتور بيتفق معاها مع الأهل وبيكتبوها سوا وبيسيبوها في النيرسري أو في المدرسة علشان نلحق الطفل ما يحصلوش حاجة. مش عارفة يعني، أنا مش عارفة أقول إيه، الموضوع جميل وممتع والبرزنتيشنز رائعة والكيسز، أنا بشكركم جميعا على كل اللي قدمتوه دكتورة إلهام وجميع المدرسين المساعدين والمدرسين والأساتذة المساعدين والأساتذة، الدكتورة داليا كمان كانت رائعة. احنا دلوقتي في انتظار أسئلة حضراتكم علشان نبدأ نفتح الفلور فور ديسكشن، فإذا كان في أي أسئلة حضراتكم ممكن